برو انت متخانق مع مرتك شي؟ مع بنتك؟ مع اهلك؟ ولا شي؟ طب ليه جاي عندي تفطر؟ ليش؟ خسرك حق عزيمة اليوم بديت تعزيمة يلا امشي انا اعزمك كمان ادقلك على المطعم هاي غايد هلا والله هاو ار يو؟ والله بعد شوفتك هيك بتجنن الحمد لله رحت عند غيث انام نص ساعة اساس نمت 3 ساعات شو هذا زين بيتك تنام اي مكان انت وين ما حطوك تنام والله ما شاء الله هاي كيفك الحمد لله تمام وانت والله تمام الحمد لله ما في ردة فعل هاي ما شاء الله شغالين مع بعض انتو كيفكن؟ الحمد لله ما شاء الله مع بعض اسمع شو هاي؟ عكيفك شو؟ لا 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 تسبب لا برو انت بطيء انا عم بتمشى معاك على فكره برو والله انك بطيء يا اخي استنى شو شو لا 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 قول اسف والله بالصيني قول اسف بالصيني بسرعه شو وش وين لا حبيبي هوب هوب ابو النظافه انت انيتك على الارض شيله اوبا مس الغلابه اوكي جايز ركزوا معي لما بدي احكي عن جد موضوع مهم كنت بدي اخليه لبكره بس خليني احكي فيه اليوم لما بعرف حالي بكره حفيق بعد الفطور ف ركزوا معي شوي لان الموضوع كثير مهم شوف الموضوع جد والله يعني لا في لا مقلب ولا شيء تمام مثل ما بتعرفوا من فتره في واحد طار من الشله اللي هو انه خطب فحاب اقول لكم انه بكره في واحد كمان حيطير من الشله وخطب فبكره حتعرفوا مين يعني انتوا حذروا مين يعني اكتبوا له بالبوكس مين بس بنحب نقول له الف مبروك واجري بالحاله صفيت لحالي انا مش حاسين انه هالسنه كثير شباب قاعده بتطير والله حرام اللي عم بيصير لازم نوقف هالترند هذا اللي ماشي هلا هالايام بس بنوقفه بعد ما